تنضم إلينا الآن من باريس مراسلتنا عزة غريبة، وأيضا ينضم إلينا من نيودلهي مراسلنا محمد القاضي. أهلا بكما. دعيني أبدأ معك عزة، إذا فرنسا تنضم للدول التي تفرض إجراءات مشددة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المزيد معك. تزايد كبير داليا، عندما أعلن وزير الصحة عن هذه الإجراءات الجديدة كان عدد الإصابات قد تجاوز 13,000 في يوم واحد، وبالأمس زاد هذا العدد إذ بلغ عدد الإصابات 16,000 إصابة في يوم واحد. العدد كبير جدا، والإجراءات كما ذكرت هي إغلاق المطاعم والحانات في المدن حيث ترصد إصابات بشكل كبير كمرسيليا، وفي هذه اللحظات هناك مظاهرات لأصحاب المطاعم في مرسيليا ترفض هذا الإجراء وتعتبره إجراء غير محق، وتقول بأن خسائرها كانت كبيرة جدا عندما كان هناك الإغلاق التام في الربيع الماضي. وبالنسبة لإحدى عشرة مدينة أخرى من بينها باريس أيضا يرصد فيها ارتفاع كبير في انتشار الفيروس ولكن أقل من مرسيليا، بقيت المطاعم والحانات ولكن حتى العاشرة ليلا فقط أغلقت الصالات الرياضية، منعت التجمعات حتى 1,000 شخص، وهذا ترك آثاره على فعاليات كبيرة مثل بطولة رولان جاروس للتنس التي اضطرت لتخفيض عدد الجمهور من 5,000 إلى 1,000 شخص فقط. إذن إجراءات متعددة، وهناك مخاوف من أن تكتظ المستشفيات بالمرضى، لأنه إذا ما استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فإنه بحلول نوفمبر الحالي لن تكون المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من المصابين بكورونا. تفضلي بالبقاء معي عزة، دعينا ننتقل إلى مراسلنا محمد القاضي من نيودلهي. محمد، إلى أي مدى المشهد مختلف في الهند؟ بالتأكيد داليا، المشهد مختلف كثيرا جدا عن فرنسا، حيث السلطات لم تتخذ أي إجراءات استثنائية تتعلق ربما بإعادة الحظر وغيرها، لكنها تركت المجال مفتوحا. السلطات المركزية في الهند تركت المجال للولايات لاتخاذ بعض التدابير لمكافحة فيروس كورونا، خاصة في 5 أو 7 ولايات هي تمثل 60% من أعداد الإصابات، وهي تشمل بالدرجة الأولى مهاراشترا وتاميل نادو وأندرا براديش وأوتر براديش وغير والعاصمة دلهي. رئيس الوزراء الحكومة المحلية في دلهي كان قد أوضح بالأمس بأننا أمام مرحلة أمام موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد تصاعد الأعداد ووصلت إلى تسجيل أكثر من 4,700 حالة في اليوم الواحد في العاصمة دلهي، لكنه أكد أن هذه الأعداد سوف تتناقص خلال الأيام القادمة في ظل هذا الانتشار الواسع في مناطق مختلفة في الهند، وخاصة كما ذكرت 7 ولايات وهي تشكل 60% من إجمالي أعداد الإصابات في العاصمة نيودلهي. وهذه الإصابات لا تقتصر على الناس وإنما شملت مسؤولين وزراء وكذلك أيضا أعضاء في البرلمان، وكان آخر هؤلاء نائب رئيس الوزراء في حكومة نيودلهي والذي أدخل المستشفى قبل يومين جراء إصابته بفيروس كورونا. وبالتالي هناك مخاوف دالية من أن الأيام القادمة ربما تشهد مزيدا من التعقيدات، خاصة وأن اليوم تشهد مدن هندية كثيرة تظاهرات كبيرة للفلاحين على قوانين أصدرتها الحكومة، وخرج الناس وخرج الفلاحين بتظاهرات كبيرة، وربما هذا يشكل أيضا إحدى أبوار انتشار فيروس كورونا، مع مخاوف من تصاعد هذه الأعداد خلال المرحلة القادمة خاصة في فصل الشتاء، حيث يزداد التلوث بشكل كبير في كثير من المدن الهندية منها العاصمة نيودلهي وكذلك أيضا مومباي ومدن أخرى. شكرا لك مراسلنا محمد القاضي، كان معنا من نيودلهي، وأيضا الشكر موصول لمراسلتنا عزة غريبة كانت معنا من باريس.